الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه دبح قلبي وكفاه الله يا ربي الله كندي تنسى اللي درنا وما درناه كل شي خلصناه انا مع رزق جانا وحرام يضيع يس دابا يقول لي الناس شنو يستافدوا الا قراو خبر بحال هذا واش كتعرفي شي حاجه سميتها البوز خوك مريض وفيه فيس وما عمره ما غادي يبرم منه بعد المرات الاحلام ديالنا كتخلينا نكذبوا ما لقيت قدامي حتى شي حل اخر غير انني نزور الميساج انا دابا ما محتاجهاش بغيتيهاش انت انا محتاجه اسيستونت اعتقتيني من واحد كان غادي يكريسيني اتفقنا مع واحد لجون خدام ليفغور يدير راسو عتقام واحد بغى يكريسيا لا ما يمكنش يتغلط لك خواف كتخربقوا هذه ماشي هي الصحبه وانا ما عجبنيش هادشي وما غادخلش فيه غنمشي بحالي صافي حلينا المشكل في اخر لحظه خالد اللي غيسوق لا كاميونات اسمح لي اسولك مرحبا ما عمرنا تلاقينا في شي بلاصه لا لا ما كنظنش اخ مجوج علاش هذا السؤال بغيت نسولك وصافي بغيت نعرف واش مجوج ولا لا 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 مازال قول لي اسمك الله خالد سي خالد كيفاش هاد السيده تقو فوق وعطاك الكاميو وتسوقو بهم غير تقو فيا وصافي عادي زعما صدفه زعما ماشي صدفه غير مكاتب اما كاين حتى شي حاجه كتجيب الصدفه مكاتب ومهرج مع راساتك كضحك عاوني عاوني على هذه عاوني قول لي ماشي غير تلقى اقتراحات عليك تخدم معاهم شي فور واش عرفتها؟ كنعرفها مزيان وكنعرفها من شحال هادي شتي هاديك راه عينيها زايغينها كيدورو فهمت على هي ماشي مراتك وباش عرفتها؟ راه شتكم اونسومبل شحال هادي في واحد البرنامج رد بالك علاش رد بالي؟ لا عندي واحد الشوافة كتعاود ليا كلشي عجين الزوال داش حط داكشي مزيان عفاك اسمح لي كنقلب على مدام زين العمراني ولاش بغيتها عندي معها موعد راه لداخل واخا شكرا فرح مدام زين اسمحي لي تعطلت ما لقيتش مركوب ماشي مشكل فاتحه اجي نعرفك على فرح فاتحه
سلام. سلام. فرح لاسيستون ديالي في ستار تي في. شوفي غادي نديوها معنا في هذا الفواياج، كومسا تصور شويه دي فيديو وندير بهم اشهار لاسوسياسيون. مرحبا بك فرح. الله يبارك فيك، شكرا. وهذه غيتا. سلام. سلام. فرح. صافا متشرفة. مرحبا بك. شكرا، الله يبارك فيك. ادم صباح اجيو. سربي سربي. يلا. سلام. هذه صباح بنت غيتا. سلام. هذا ادم ولدي. تشرفين، لاباس عليكم. لاباس. شوفوا فرح غادي تمشي معنا في هذا الفواياج، هي اللي غادي تبقى معكم وترد لكم البال. صافي. هاك هادي هاك قاد داكشي مزيان. سي خالد صافي تفاهمنا. علاش تفاهمنا؟ احنا ولينا فعلاش تفاهمنا. ما تبقاش تطير وتنقص قدام غيتا. تكون هنا سي فكرني سميتك. سي علي. كون هنا سي علي. سي بون شارجيتو كلشي صافي سالينا لالا غيتا. واش ضروري تمشي في هاد الخرجه؟ راه الطريق بعيده وصعيبه وكاين البرد وعاده غاديين بناس ما كنعرفوهمش حتى منين جاو. كتهضر على خالد؟ كتعرفي حتى سميتو؟ خالد هو ليفغور كيبغي سهام، وفي الحقيقه ما عرفتش واش تسيهم كتبغيه. عرفتي ديرها عالي سير عافاك الله يعطيك السر. عطيني ابتسام ما فيه من دبز اليوم. سير عافاك. صافي نمشيو نكون هاني. سيهم تعطلت بزاف زينب. انا هذا ساليت وصافي، انت هذا صافي جمعتي كل شيء. نمشي نشوف غيتا تعطلنا صاحبتي. شوف خالد عافاك نشدو لو طوط من مراكش ونتلاقاو في لا ستاسيون، من بعد نشدو الطريق كيشكا. صافي نمشيو متابعين. صافي واخا. صافي صافي نعول عليك عافاك ما تجريش في الطريق. لا لا كوني هانيه. اللي كان شي حاجه بيناتنا التليفون. صافي صافي يلا سلام. سلامة شكرا. مشى الحال وسيهم باقي ما جات صاحبتي. تعطلنا بزاف ما غاديش نقدروا نتسناوها. هاي 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 على سلامة. فينا هو؟ فينا هو؟ هو حلفي غاتمشي معايا سيهم؟ نمشي معاك. باي. جري 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 غيمشي. باي جري غيمشي عليك. يلا ترك سلامة. انا غندي معايا زين الفرح. سي بون اوكي. شنو سميتك؟ خالد. شحال في عمرك؟ بشهر 10 غادي نكمل 32 عام. زيد في اكتوبر. اذا برج الميزان. برج الميزان برج متوازن ياك؟ انا في الاخر ديال اكتوبر. سكوربيون. تعجبوني لي سكوربيون. تيكونوا عاطفيين وفيهم الصبر ومثاليين. ولكن خصني رد البال منك. لي سكوربيون صعابين. كيكونوا غامضين وفيهم المشاكل. ما تيبغيوش يخسروا. وعلاش خاصك تردي البال؟ سكوربيون يقدر يقرصك في اي لحظه والسم ديالو تيقتل. مزوج؟ لا. خاطب؟ لا. كتبغي شي وحده ولا دير شي وحده في بالك؟ شنو اللون اللي تيعجبك؟ كاع الالوان. والغنى؟ الشعبي. ومالك تجاوبني بكلمة جوج بحال غادي تسالى لك الروشارج. لا لا لا. قول لي يا خالد فين وصلتي في القرايه؟ باك بلس دو. وعلاش ما كملتيش؟ فقر. ديك الساعه كون كملتي في شي جامعه بوبليك. ولا فين كيسحب لك قرايه؟ الفقر كان عني بيه وما كانش عندي الوقت باش نقرا.
كان خاصني نخدم باش نصرف على راسي. نتوما الناس اللي مسهل عليكم الله كاع ما كتحسوا بهادشي. كيفاش؟ وانا تنقول لك ما كانوش عندي الفلوس، انت كتقولي لي قرا في بيبليك. ولا كثرت العاقه كتعمي الانسان عينيه وكتخليه يشوف الواقع. نتوما ناس متكبرين وديما هازين من اخركم للسما، لا ما كتبغيو تحطوهم لتحت وتشوفوا فينا. دابا انا دايره بحال هكا باش نضحك معاك. شي مرات كنحس بكذب، كنقول تهنيتي من المهدي. رجال كاملين ما فيهم ثقه. انا ما كرهتش كل نبي اللي يمشي ويعطيني باتساع. فتيحه كي كان كيجيك مهدي بحالو بحال كاع الرجال، كيديرين كاع الرجال منيت كازين كتسولي كيديرين كاع الرجال؟ غفل عينك طارت، هادو هما الرجال. شنو زعما انا كون قلبت مزيان كنت نلقى دي بوكل دوغي ولا شي حاجه كفس؟ ما عرفتش. تقدري ما تلقاي والو، تقدري تلقاي شي حاجه ما كفس. دابا السيد ما عرفناش فين كاين ولا شنو جاري ليه، وكيقول لك الهضره مول الميت خساره. البكا البكا هذاك البكا البكا مور الميت خساره. فاتحه شنو زعما يكون مات؟ ما عرفتش. بصح اللي كيموت ما كيدوسش قبل بنهار البنك يخوي لي كونط، ما عنده ما يدير بالفلوس في الاخره. اش وقع؟ خالد من الرويضة تفشات، خصنا نبدلوها. وعلاش تفشات؟ وغادي تكون شي بياسة ولا شي حاجة ومع الطريقة انت كتشوف. كي غدير دابا باش تبدلها؟ غادي نشوف أقرب ستاسيون. عافاك سيام سيري مع البنات. لا أنا بغيت نبقى معاك. وما ضمنت لك ما توقع لنا حتى شي حاجة، شوفي الفرقونات كي دايرة. وأنا عارفة معاك ما غادي توقع لي حتى شي حاجة. خالد رد بالك في الطريق، غير بشوية عليك. متخافوش. يلا جوا. شنو قلتي؟ الرويضة تفشات بوحدها صاحبي. هذا شي واحد ضرب لكم الرويضة بشي موس ولا شي طورنوفيس كبير. واش أنت متأكد من هذا الهضرة اللي كتقول؟ خويا ماشي متاكد ولكن راه باين الفيلم. وعلاش اخويا ما تقولش في الطريق انايا تقبها شي مسمار ولا شي حديده؟ هاد الجهه بعدا ديال البنو راه ما يمكنش تكون دزتي على شي مسمار ولا شي حديده. هذا شي واحد فرقع عليكم البنو. اش يقول ليا؟ منين جايين بعدا؟ من الدار البيضاء. من كازا وهنا برشيد. عندك 40 كيلومتر على 10 باش تخرجوا من كازا هي 50. حسيتي بالفولون كيميل شويه ياك؟ كاينه. والكاميونات هي كتزعزع. كاينه تاهي كاين. ايوا اخويا نقول لك واحد القضيه، هذا شي واحد فرقع عليكم البنو قبل ما تخرجوا بشويه. خالد دزتي في شي مسمار ياك؟ شي واحد فرقع عليكم اختي الرويضه. تاش من شي واحد فرقع علينا الرويضه؟ عا دزناها على شي مسمار. وانا هذا الشيء اللي بان لي. انت اش كيبان لك؟ اش كتعرف؟ شي واحد فيكم نتوما يا اما كيكذب يا اما غلط. راه هو اللي غلط اختي. اجي تشوفي شي هاد البلاصه راه ما يمكنش يتقوب على شي مسمار. هذا ما يكونش شي موس ولا شي طورنوفيس كبير اللي دار هادشي، واخا نكونوا ماشي ولاد الحرفه كاع. السيد عنده الصح. خالد علاش قلتي انت اللي دزتي على مسمار؟ وانا يبان ليا وصافي. يلا 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 صوفيا يلا فازي فازي زيد 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 يلا 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 يلا
برافو 55 36 ما عندي ما يتسالك. برافو صوفيا. كتمنى عليا سي علي، كنحس براسي بحال عمري جريت ولكن شامبيون جونيور. غولاكس غولاكس، شتي هادشي راه عادي، غير عندك مونك دو كومبيتيسيون. اودي عندي مونك دو كومبيتيسيون دو فورم وحتى دو ديزير. كيبان لي غلطت فاش اختاريت الاتليتيزم النهار الاول. بالعكس، ما كاين ما احسن من الاتليتيزم، وخصوصا بالنسبه لوحده بحالك ولي كاليتي اللي عندها. شتي دابا مدام غيتا ياك كانت بطاله ما خلات ما ربحات في المغرب وخارج المغرب، واش هي غادي تكون احسن منك؟ من زهره طاحت في يدي. شتي انتيا غادي نخرج منك كاع لو بوتونسييل اللي عندك. اودي هنا بوتونسييل كتهضر عليه. ثقي فيا وتبعيني وغادي تشوفي. واخا تبع لك الدب حتى لباب الدار. واش هاد البساله هادي؟ احترميني شويه. اسمح لي. كوتش واش غنبقى النهار كامل كندور هنا بحال حمار الطاحونه؟ انت مازال خصك واحد جوج دورات، شتك ما سخنتيش. فين باقي نزيد نسخن؟ راه تفورت وكندرت شي ماراطون كره ربحتو. الا ما عجبكش الحال هساك وسير بحالك سبرينتر ديال اخر الزمان. يلا تحرك. حيت وجاني الجوع، ما فطرتش هاد الصباح. وعلاش ما قلتيهاش ليا؟ داكشي علاش كتحسي بهاد لافيبليس؟ دابا انا غادي نتكلف الفطور غادي يجيك حتى لهنا. خالد علاش كتخبي على عمي طاهر الشيفور؟ ياك دورنا معاه باش ما يبقاش فيه الحال. ينوضي تكب الرويضه. لا لا علاش كتلصقي في عمي طاهر مسكين جدالك؟ راه باين شكون مولف على وشكون؟ ما يكون غير علي باش ما تجيش معانا. علاش كتقولي هاد الهضره هادي؟ شنو هاد الضحك الباسل؟ ما ضحك باسل ما والو. احنا كاملين عارفين غير هاد راجلك كي دايره. كيغير عليا حيت كيبغيني. واش نتوما ما تساليوش؟ اش كتعني مندوك؟ فين ولدي شتي مندوك؟ هاديك ولدي مندوس. اي واحد الهبينه كانت تالفه وتسالات ليها الصباغه وما كملاتهاش. كانت عندي ظروف هي اللي تلفاتني. اجا ولدي اش هاكا وليدي بسم الله. والصحبيني جيهان شوم عليكم. ناري شحال مني يفخ. ايه ايه مدموزيل، الناس بحالك ما تعرفوش الفرق ما بين واحد عنده النخوة وواحد فيه النفخة. من بعد ما سالات غيتا لا كارير ديالها درنا شوية الفلوس وحنا نفكروا مزيان ودرنا واحد البروجي سال دو فيتنس هنا في كازا. ومن بعد حلينا وحدة في مراكش وحدة في الرباط، ودابا راه حنا كنفكروا نفتحوا جوج اخرين في شي مدن وحدة اخرى. وكيدخلوا لكم الفلوس بيان سور. دابا راه السبور ولا على مود والناس راه فهمات بلا من غير الصحة راه ما كاين حتى شي حاجة. مالك كتشوفي فيا بحال هكا؟ الصراحة بغيت نسولك واحد السؤال ولكن خفت لا ما يعجبكش. حتى أنا رجلي كانت صحيحة وكنت كنجري وكنت نقدر نكون شامبيون أحسن من غيتا. شنو وقع ليك؟ قصة طويلة. كان عندي واحد المنافس هو اللي تسبب لي في هاد لابليسير اللي الأثر ديالها مازال حتى لدابا. شي منافس في السبور هذا؟ ماشي مهم فاش كان كينافسني. مالك واقف لي على راسي؟ باقي خصني نزيد نسخن يمكن. ما حد ما قلت لك وقف، مازال خصك تسخن. واسي عالي راه ساعتين وانا كنجري. راه ما كافياش، انت راك واحد الغشاش. ياك ما تسحبني ساهي ما كنشوفش فيك، راه كنشوف فيك غير بنص عين، غير كنوقف كتجلس انت. انت ليا ناشط بعد السي علي اليوم. شويه. دابا شنو ندير؟ دابا ما عندك ما دير، سير غير جمع صاك وسير حتى الغدا. وبصحة هاد العرقات. واخا. شفتي هاد بوراس هذا؟ فاش كنت تقدو 100 متر وكنت كنديرها في قل من نفس سكوند. قل من يوزن بولت زعما. ايوا شوفي كولي ومن بعد سيري لبسي لاطوني ديالك. شتي هاد الشجرة هي اللي كتعطي الشريحة. بغيتي تقول الكرموس؟ الشريحة هي الكرموس،
كياخذوا وكيشمشوا وكيولي شريحه. واصلا الشجره اللي كتهضر عليها ديال البرقوق. شريحه البرقوق نقطعوا الطريق ونمشيو نشوفوا. لا لا نشوفوها غير من هنا. من هنا ما كيبان والو. يلا نشوفوها من قريب. لا انا كنخاف. خوافه. ادم ادم ارجي ادم ادم مزيان. عمرني ما نسى لك هادشي اللي درتي. ما درت والو. برافو عليك يا فرح. عرفتيكم شلال هاد الوليد كون حماقت. ربي فاش كيبغي يدير تاويل الخير كيدير السبب. زينب ما كانتش غاتجيو فاش جات جابت معاها اللي تعتق لها الولد. فرح عندك كادو من عندي. ما كنظنش درت شي معجزه. داكشي داز بالزربات. انا براسي ما عرفتش شنو وقع. الحمد لله. مالك مغوشه؟ ما كتجيش معاك التغوبيش. اسمحي لي الا قلت لك شي حاجه قلقاتك. لا حاشا ما قلتي لي والو. غير ملي ركبت معاك وانت كتحشي لي في الهضره. نتوما الناس اللي لاباس عليكم من اخركم السماء ومعفرين وما كتحسوش بينا وانتيا ما كتفرقيش بين النخوه وبين النفاخه. الا كنت انا بحال هكا علاش غادي نركب معاك في هذه الخرشاشه المغبره بحال وجهك؟ اي 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 انا تخسر الهضره. دابا انا وجهي مغبر. واخا واخا مغبر ولكن زوين. ما تقلقش مني. ما مقلقش. اعتبر هاد المعيورة تعادل بيني وبينك. يلا واخا متفقين. ولكن يا خالد ما عمرك تحكم على الناس من المظاهر ديالهم ولا شحال عندهم ديال الفلوس ولا ما عندهمش. حنا كلنا في هاد الارض ولاد سعود وفينا الزوين وفينا الخايب. يا على الفيلسوف سيام. انا راه ماشي مكلخه. انا راه غير ظريفه وناتوريل. كاينه. هاد الكادوات باش نشجعك ونطلع لك المورال. ما شريتيش لي كاع داكشي اللي بغيت. اشنو؟ اي والله يجعل البركه. شتي انت كنت تبعتك كان غادي خصني كاميو باش نجمعو فيه كاع داكشي اللي بغيتي. كان وعدتك المره الجايه ان شاء الله نشري لك حاجه اخرى. سقرام الاخر خسرت عليك 8000 درهم وسقرام. صوفيا ابشوي عليك ما يكون خاطرك ولكن هادشي يبقى بيناتنا. شنو زعما خايف من المدام؟ خايف من المدام؟ انت راه ما كتعرفينيش مزيان. ونقول لك واحد الحاجه على غيتا كتغير مني وسقرامه. شنو زعما حتى هي كتشري لها لي كادو باش تفرحها وتطلع عليها المغال؟ دابا سولتيني هذا السؤال باش تحرجيني. انا غادي نجاوبك. هذاك وقت وهذا وقت. وفي ديك الساعه ما كانوش لي مويه. ودابا كاينين لي مويه؟ الحمد لله. انا راجل برزقي وما خصني حتى شي خير. وكلشي مكتوب بسميتك. علاش الحبيبه سولتيني؟ لا والو غير بار كوريوزيتي وصافي. غير حيت كنشوف مدام غيتا في لي زونطريمون كتحكم قلت تكون هي اللي كتحكم في الدار وصافي. انا اللي كنحكم في كل شيء وحتى لي زونطريمون. انا اللي كنوجدهم ليها. هي ما كتفهم والو غير قدامكم. ما كنبغيش نبين. انت راك شفتي كل شيء. ما قداتش عليك صيفطاتك عندي وخليت لها انا داك كامل حيت ما عمرو غيطفروا. انت غنرجع منك بطاله. نرجعك نسخة من غيتا. وصافي دابا مشى الحال خصني نمشي نكملوا الهضره بخي لي زونطريمون ان شاء الله. صافي بنوي. يلا بنوي. تهلا فراسك. بس
باي. صوفيا شنو علي؟ ياك ما نسيت عندك شي حاجه في الطوموبيل. خايف عليك وقلت نوصلك حتى لباب داركم. شنو زعما خايف عليا من حومتي؟ ايوا الوقت والزمان هذا ما عندك مناش تخاف. اصلا هنا في الحومه كلشي كيعرفني، انت اللي ما نضمنكش. يشوفوك دابا معايا صحاب اليوم بغيت تبسل عليا. انا ما كنخاف من حد. عرفتي علي اللي شافك شي واحد من خوتي؟ والله ما غيعجبو الحال، ولا سولني عليك غنضربها بنكره نقول لهم ما كنعرفوش، وديك الساعه تفاهم معاه. في خبارك راه واحد من خوتي ندوز الحبس. ندوز الحبس؟ علاش؟ ضربوا الجرح. انا ما كنخافش. في الحقيقه عندك الحق، خاصك تمشي بوحدك باش ما يبقاوش يهضروا عليك في الحومه، حيت الا شافوك معايا غيبداو يهضروا عليك الناس بزاف في الحومه ديالك. وهادشي اللي كنت كنقول لك من الصباح، انت اللي داير فيها بطل. يلا سير سد عليك في الطوموبيل وبشويه عليك. مالو مش غيديروا ليا حتى انا راه ما ساهلش. ودبر راسك. يلا بونوي. بونوي. صافي راه نقدروا نباتوا هنا. الله يرحم الوالدين. هز دوك الحويجات راه كاينين في الطوموبيل. داكشي اللي دار مهدي الا مشى الله يهنيه، ناولي تعي جايله قبل ادم. هو اللي بقى لي في هاد الدنيا وانت مبقى عاقله عليك حياتي كامله. شوفي بقى فيا الرعده من داك المنظر الطوموبيل اللي بغا ضربو قبيله. الله يحفظ. الله يخليها عليك. صعب حاجه هي تفقد شي حد عزيز عليك. احساس خايب صعيبه بزاف. وي حسيت هاد الاحساس منين مهدي خرج معاه وترجع، ولكن دابا الصراحه مبقاش كيهمني. كيبقى فيا غير ادم. كنشوف فيك بي باقي عنده الامل، بحال الا باقي كيتسنى بابا يرجع. ما علينا، مهدي ولد المنطقه ديالكم ياك؟ كنتي كتعرفيه؟ هو كان عايش في واحد البلاصه قريبه من العروبيه فين تزاديت وكبرت. تما كلشي كيعرفو، ما كاينش اللي ما عرفوش ولا ما سمعش القصه ديالو. شنو كيقولوا عليه تما؟ كيفاش عاش حياته؟ هو كان عايش في واحد البلاصه قريبه من بن سليمان، وكان ديما كيحلم يولي كاتب. في داك الوقت المهدي العمراني ما كان عنده والو غير واحد البيت جوج متر على جوج، واحد البيسي قديم. المهدي كان كيحلم يولي روائي، كان عزازين عليه القصص والروايات. كان كتب شي روايه وكان العنوان ديالها أحلام رجل عنيد. ومن بعد بدا كيقلب على شي ناشر، وكان واخيلا صيفط داكشي اللي كتب لكاع الناشرين اللي كاينين في الدنيا كاملة. انتظار الجواب من دور النشر كان طويل وطويل بزاف. واحد النهار بدات الردود ديال دور النشر كتوصل. داك الانتظار ما كانش هو اصعب حاجه، الردود كانت محبطه. مهدي فهم بلي الحلم ديالو باش يولي كاتب تحطم، وقرر يهبط يديه وما يبقاش يكتب. Thank you.
ولكن لالا زبيده كان عندها راي اخر. ما بغاتش ولدها الوحيد يفشل ويهبط يديه. طلبت منه يحارب حتى الاخر عرق يبقى كيضرب فيه. كيقولوا ماما باعت شي ذهب كان عندها وعطاتو ينزل لكازا ويحاول يحقق الحلم ديالو ويلقى شي ناشر. كازا حتى واحد ما تشجع ينشر ليه الرواية ديالو. من بعد واحد الرسالة درفت كان جاتو مهدي فهم بلي حتى شي واحد ما بقى مهتم بالقراءة في هاد البلاد. وكان هذاك أحسن قرار تاخده في حياته. مهدي العمراني ما قدرش يحقق حلمه ويولي كاتب، ولكن ولا صحافي في المواقع الإلكترونية. مهدي العمراني كان معروف بزاف في المنطقه ديالنا، تقريبا كاع الناس كيعرفوه وكيعرفوا القصه ديالو. فراسك بزاف من هادشي اللي قلتي لي دابا اول مره نسمعو. كنت عارفه بلي مهدي كان كيكتب القصص ولي رومون، كان باغي ينشرهم ولكن ما كتبش. نقولك واحد الحاجه، القصة ديالي أنا ومهدي كانت بحال شي قصة رومانتيك، فبزاف ديال الغموض وبزاف ديال السسبانس. كل ما قريتي شي ورقة كتبغي تزيدي تقراي الورقة اللي موراها. كنت حاسة، كنت كتشوف بلي مهدي هي شي حاجة ماشي هي هاديك، ولكن ما عمرني بغيت نعرف شنا هي. ما عمرني تدرت الجهد باش نعرف. عرفتي علاش؟ الحب كيعمينا، كيخليناش نفكرو، كنبقاو نسمعو غير الدقات ديال القلب ديالنا بحال شي موسيقى، اللحن ديالها كيبنجك. باقا كتبغيه؟ أنا عييت، ما عييتيش؟ يلا ندخلو نعسو، غدا نهار طويل. اش كديري هنا؟ والو. نوضي سيري فحالك رفاد الحال. داز عندي السي العميد سي سلامي وسولني في وصلنا في القضية ديال الاختفاء ديال مهدي العمراني. اش بغانا هاد السي سلامي نديرو ليه؟ نقزو نطيرو؟ خدمتنا راه كنديروها.
ولاش عندك انت وما جاش عندي انا؟ بغيتي الصراحه سي سلامي ولا مقتنع انك ما قدرتيش تنسى المشكل اللي كان عندك مع زياد العمراني؟ وهذا الشيء كيقدرش يخليك تكون محايد. تقرا بعيق هضرت معاه شحال مره في هذه القضيه وشرحت ليه شنو بغاني ندير للاله زينب ملي تكون جاي عندنا؟ نفرش لها الورد في الطريق، نهزها في العماري ونبدا نصلي على النبي، شنو غندير لها؟ طريقه مهنيه راه خدام معاها بها. سي سلامي قال ان هذه القضيه ما وضح فيها والو، وانت حيت لقيتي التليفون ديال مهدي عندها في الدار، انت درتي فيها اليدين والرجلين. مني هاد السي سلامي عرف شي حاجه ما وضحها في هذه القضيه، وبغاني نلقى لي المهدي العمراني، خليني نخدم، نسول زينب، نشوف التناقض فين عندها في الهضره. اسمح لي. انا هنا غنتفق مع الشيف ديالنا، علاش انت اصلا غتقلب على التناقض في الهضره ديالها؟ بحال حنا زعما راه لقينا الجثه ديال هاد مهدي وخصنا نقلبوا على شكون اللي قتلو. حدس التجربه. واه عرفتي انت الشيف بوليسي واعر ديال بصح، ولكن اش حقود وما كتنساش. البوليس مازالين هنا؟ البوليس؟ علاش البوليس؟ وكديري بحال البوليس، هما الوحيدين اللي كيقدروا يسولوك شكونتا منين جيتي مزوج مطلق، وهما ما تيعطيوك حتى معلومه عليهم. وصافي ما تزيدش فيه، انا راه غير ساحيت معاك وبغيت نتعرف عليك اكثر. شوف فيا وحلف ليا بلي ماشي انت اللي عتقتيني داك النهار من داك اللي كان غيكريسيني. كنحملش نحلف. والله ما غنتفك معاك حتى تحلف ليا ولا تعترف. صراحه هذا كي واحد الدري صاحبي كيشبه ليا. تيشبه لك حتى هو سميتو خالد ياك؟ قولي لي اش كنتي كديري في دوك المصاص هاد الليل؟ كان مكتب لي نتلاقى مع واحد ولد الناس سميتو خالد. باش عرفتيني ولد الناس؟ نشوف هاد عينك ميمكنش تكون خايب ولا ولد الحرام. خالد بغيت نعترف لك بشي حاجه. قولي انا كنسمع. يلا ندخلوا. كشف معصب، انا راه عطيتك غير رايي. رايك خليه عندك، خليك بعيد عليا. غير ما كنهضر معاك كتوقع شي حاجه منحوسه. يا كشف انا منحوسه وزعما البوليس راه خصو يكون مكالمي، انت ديما معصب غير بوحدك ما عرفتش مالك. خدام في البوليس وما كنتش معصب كي درتي ليها. ديما كنبغي نسولك علاش درتي البوليس؟ صراحة الشيف أنا كان عزيز عليا الفضاء وداكشي، وكل حلم ديالي هو نكون رائدة فضاء، ولكن اكتشفت أنني كنخاف من العلو وحيدت الفكرة من راسي. وفي صغري عرفت أنه أنا إنسانة ما عنديش حس المسؤولية، ما منتظماش، وتانا راه كنت ديما كنتعصب وخاطري ضيق، وفين ما دور تلقى حوايجي ملاوحين. قبل أنا كنساكن واحد البوليسي، وكنت ديما الصباح كنتلقى فيه غادي الخدمة ديالو، كان كيبان ليا إنسان منضبط مسؤول وديما في الوقت، وكنت كنشوف ان كاع الخصال اللي فيه هو ما فياش انا. صافي تما ويضرب لي الراس، قلت انا خصني نكون بوليسيه وصافي، وانا دابا بوليسيه. اثرتي فيا كنت غنبكي ليك. واجي نسولك علاش فكتش ليا بزاف؟
اين تفليها اويلي الشاب؟ علاش ملي كيكون عندنا شي اونكيت كتجبدي ديك الكارني ديالك وكتبقي ترسمي في الدوائر والمربعات والمثلثات وكتضحكي على لي شوميز اللي كنلبس؟ علاش عرفتي الشاف؟ كنكتشف انني بوليسيه فاشله. شحال وانا خدامه معاك ما عمري بدات البال القوامج ديالك فيهم الكارويات والدوائر، ولكن راك دائما كنحس ان اللباس ديالك فيه شي حاجه اكسيبسيونيل. واش كتعني بداك التخربيق انك ترسمي؟ هذيك راه طريقه انا كنعتمدها باش نعقل، كنحول الافكار ديالي للرموز. انت شوف ها عندك المثلث، المثلث صافي ديغ ان شي واحد داخل في قضيه بين جوج ياك. السيركل، السيركل الشاف يعني راه حنا كندورو غير في بلاصتنا. الكارو، الكارو صافي ديغ الفرضيه راه 100% صحيحه. شاف تسمح لي نسولك واحد السؤال عافاك، علاش ديما القوامج ديالك فيهم الكارويات؟ واش انت عندك شي علاقه بهذا الشيء ولا شنو؟ درنا وما درنا كل شي خلصنا.